في البداية بس عايز أؤكد على إنه هذا الفيروس ما يصيب الثمار، فيروس تجاعد الأوراق. في بعض أصناف الطماطم مقاومة للفيروس، وبعض الأصناف غير مقاومة للفيروس. صنف 020 مفترض إنه صنف مسجل على أنه ضمن الأصناف المقاومة لفيروس تجاعد الأوراق، الذي ينتقل من نبات إلى آخر عن طريق الحشرات الصخبة المصة، وتحديدا الذبابة البيضاء. تقدم المزارعين بشكوى لرئيس قطاع الإرشاد في شهر 8، أحالها إلى الإدارة المركزية للبساتين. شكلت لجنة بالاشتراك مع الزملاء في فحص واعتماد التهاوي والمكافحة ومعهد الأمراض، وفحصنا شكوى المزارعين وأخذنا عينة من الطماطم المزرعة، وثبت بالفحص من معهد الأمراض أن هذه الطماطم مصابة بفيروس تجاعد الأوراق. لكن في ذلك الوقت لم نستطيع أن نحدد اسم الصنف، لأن تحديد الصنف بيتطلب إجراء ما يسمى باختبارات البصمة الوراثية واختبارات علمية معقدة عشان نحدد أن هذا النبات صنفه اسم الصنف إيه. وبالتالي خلال هذه الفترة تحدثت وسائل الإعلام كثير جدا، منهم من تحدث عن أن الطماطم المصابة بالفيروس هي ثمار وليست نباتات، ومنهم من تحدث عن فساد في التقاوي، ومنهم من تحدث عن أمور قد لا تكون علمية بالقدر الصحيح. لكن وزارة الزراعة أصرت في ذلك الوقت على أن لا تصدر بيانات إعلامية بناء على تعليمات معالي الوزير، أن إحنا نشتغل في هدوء تام، أننا نلتفت إلى ما ينشر إلى حين أن ننتهي من الفحص الفعلي لنقف على الحقيقة، ونؤكد أن المشكلة هي مشكلة تخص الشركة المستوردة أو الشركة المنتجة للصنف، لأن الشركة المنتجة للصنف شركة أجنبية، أم المشكلة تخص إجراءاتنا إحنا كوزارة الزراعة. هل لدينا خلل في الإجراءات؟ نعرف الموضوع فين بالضبط، بعد كده نصدر البيان. في ذلك الوقت تقدم مع محامي السادة المزارعين بشكوى للسادة المتحدث الرسمي الوزارة الدكتور حمد عبد الدايم، توجهت بالشكوى لرئيس قطاع مكتب الوزير، وعرضنا على معالي الوزير أنه سبق الفحص وجاري استكمال إجراءات الفحص. فأمر معالي الوزير الدكتور عز الدين أبو السيد بتشكيل لجنة من عدد من الجهات، فحص واعتماد التقاوي والبساتين ومعهد الأمراض والهندسة الوراثية، لاستكمال الفحص وأخذ البصمة الوراثية للمساحة السابق فحصها في شهر 8، لنتأكد من أن النباتات الطماطم التي تم فحصها هل هي صنف 023 محل الشكوى ولا صنف آخر، خاصة أن 023 صنف تستورده شركة واحدة فقط وليس أكثر من شركة. فإذا نحن محددين أن أصابع الاتهام تتجه إلى أين. بالفعل لما فحصنا وجدنا أن بنسبة البصمة الوراثية بنسبة 96.4% قد يكون صنف 023. اللجان اشتغلت، فحصت، عرضت تقريرها على معالي الوزير. اجتماع طارئ بكرة برئاسة معالي الوزير في لجنة التقاوي لاستعراض ما تم من إجراءات بخصوص هذه القضية، وأمر معروض على اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسبا في إطار القانون واللوائح، وموضعين في الاعتبار في المقام الأول مصلحة المزارع، لأننا جميعا نعمل من أجل المزارع، ليس لنا مصلحة مع مستورد أو مصدر أو شركة أو مزارع مدعي. نحن مع المزارع الحقيقي الذي تعرض إلى ظلم، طبعا الظلم أنه اشترى بذرة غير مطابقة للمواصفات، أو حد اشترى شتلة غير مطابقة للمواصفات. ولذلك نحن نبيع بصفة مستمرة على قناتكم الموقرة على شريط الأخبار تحذير لإخواننا المزارعين، لا تشتري شتلات إلا من مشاتل مرخصة ومعتمدة. بقالنا أكثر من 3 سنين بننزل هذا الإعلان، بنقول لإخواننا المزارعين لما تشتري بذرة خد فاتورة من المحل، لما تشتري شتلة خد فاتورة من المشتل، عشان نتأكد إن الشتلات دي مرخصة طبعا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. اكتشفنا للأسف إن أحد المشاتل المزارعين اشتروا منها فيهم مشتل غير مرخص، واحنا محررين له محضر من 2016 وله قضيه متداوله في القضاء. يعني احد المشاتل المزارعين، يعني احيانا المزارع يعني بيكون سبب في ضياع حق. المزارع الواعي الناصح اللي هو لما يروح يشتري حاجه يجيب فاتوره، عشان لما يجيب فاتوره انا اعرف مصدر التقاوي، المصدر، واعرف اتعامل كمان قانونيا كمان مع المصدر كمان قانونيا، واعرف اديله حقه. صح. انا النهارده لما النيابه تقول لي انت بتقول ان ده صنف كذا، انا عندي بصمه وراثيه وعندي اجراءات تحليل كله،
هذا الصنف اسمه كذا، المسورد الوحيد هو كذا، يقدر ياخد اجراء. لكن نفترض الصنف بتستورده اكثر من شركه. حقيقي. بشكرك جدا مهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، شكرا جزيلا.